صباح الخير لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، من صباحكم بالخير. نهار جديد وصباح جديد نترافق فيه سوا، وطبعا الاعياد بعدها مستمره، بعدنا حاسين بجو العيد، والليله كمان ليله عيد الغطاس. بهيدا النهار كتار من الناس بينطروا من سنه لسنه ليعمدوا في اولادهم، كتار من الناس بليله عيد الغطاس كمان بعدها بتضوي الضو الساعه 12 بالليل وبتفتح البواب ليزورنا يسوع المسيح. كتار من الناس كمان بعد عندهم تقاليد انهم يحطوا الخميره وينطروا العجينه لتاني نهار، وتاني نهار بنرجع بنقل الزابيه. هدول التقاليد حلوين وبعدنا بنكفي فيهم وبنعيدكم مشاهدينا، كما بنعيد ايضا كل اخواننا من الطائفه الارمنيه بعيد الميلاد اللي بيسائب بكره. طبعا كل هيدا الزمن زمن الميلاد بنحس فيه بفرحه كثير كبيره، بنتمنى انه هيدا الفرح يستمر معنا كل السنه وبسنه 2017. وكمان بدي اقول اليوم صباح الخير لزميل شادي. بونجور رنا، صباح الخير، كيفك؟ شو الاخبار؟ ماشي الحال، انت كيف مقلع السنه معك؟ منيحه لهلا، مع انه يمكن كانت الاجواء شوي بلبنان هيك حزينه، ولكن على نطاق شخصي متفائلين بالخير، ولو شو ما صار نحن اقوى من اي ظرف صعب بهيدي الحياه، واي ظرف سلبي وضد سقفه الموت نحن مع سقفه الحياه دائما، ولا اي شخص ولا اي ظرف ولا اي شيء بيقدر يردنا لورا او ينزلنا لتحت. مشاهدينا وانتم كمان ما تخلوا ابدا اي شخص او اي حدا او اي فعل بحياتكم يردكم لورا او يهدلكم عزيمتكم للحياه، لانه كتار هودي ضعوف ضعاف النفوس يلي بحاولوا دائما انهم يردونا لورا. لا، بدنا نتخطاهم وما نرد عليهم، ودائما نضلنا مقلعين لقدام. منتابع نحن وياكم بحلقتنا اللي غنيه بموضوعاتها لليوم، حلقه بنترافق فيها نحن وياكم بدايه رياضيه مع مارسيلينو، من بعدها بنتوقف عند محطة ضرورية وأساسية، وكيف يلي بيوعى الصبح بيشرب قهوته، ويلي دايما بعد الظهر عنده محطة كمان بيشرب فنجان الشاي، والعشاء ضروري والترويقة ضرورية. موسيقى نهار الخميس ما فينا إلا ما ناخد هيدا دوز مع فريدي لحتى نعمل ريفرش لمش بس أفكارنا إنما للويكند كله، لحتى تعطينا هيك بوش. فريدي صباح الخير. صباح النور شادي، شو الاخبار؟ بوناني. بوناني لك كمان، شو الاخبار؟ الحمد لله، انتو كيف؟ صفا ماشي لك، يعني دائما انت ابديت، دائما بتلاحق كل شيء. اليوم الحلقه تريبيوت، اليوم تريبيوت لجورج مايكل. لجورج مايكل مرحبا، بدنا نعملها جمعه الماضي الحلقه قلتها وقتها، بس سنه الماضي جمعه الماضي كنا عاملين راوند اب على الاغاني تبع حتى سنه الماضي تجوز. ايه مزبوط، اجلناها لهالسنه الله راد. بيرفكت فريد، لكن رح يكون في تريبيوت لجورج مايكل معك باحلى الهيتس اللي ترافقنا فيهم. متابع كمان من بعد فقرة ميوزك لحتى يكونوا ضيوفنا بالستوديو الشاعر روجيه ظهرية، الكاتب والصحفي طلال شتوي، المرنمة جمانة مدور، وختام الحلقة مع فقرة نيوتريشن مع مايا نحول إيت هيلثي أن يامي. لنشوف مايا شو محضرة لليوم حلقة بموضوعاتها بتضيف لنا ولكم مشاهدينا، بداية رياضية مع مارسيلينو. صباح الخير مشاهدينا من صباح لبنان، صباح الخير من مايك سبور ذا جيم اللي موجود على الزلقة. نحن اليوم عم نحضر حالنا فيزيكلي لنكون لموسم تزلج اللي اجى لعنا هلا، شرفنا بالاعياد. وبدي اخبركم شغله قبل ما نبلش، اليوم ضيفتنا كثير مميزه. اليوم ضيفتنا هي بطلة لبنان لكذا سنه على التوالي بسكي. سو رح تكون عم نحضر لجسمها لهيدا الموسم، ورح تكون معنا بحلقتنا لليوم، ورح نتعرف عليها. اسمها ماريا. هاي ماريا، صفا اليوم. ماريا هي مثل ما قلت لكم بطلة لبنان بسكي، وجاية بدها تحضر حالها لهيدا الموسم. ريدي؟ اوكي. اول شغلة رح نعملها، رح نعمل اكزرسايز بالانس، اوكي، اللي هو للمعدة ليكون حافظنا على الاكيليبر تبعنا. اول شغلة رح نعملها، رح نطلع على هيدي البول، بدي اوقف بوزيشن اللي بتاخديها على السكي، ركابي بس ما بدهم يكونوا لقدام، بدهم يكونوا اكثر لاقي لورا، اوكي؟ هيدي البوزيشن تبعك. اللي رح اعمله انا بدي كبلي كتابي، بدك تلقطيها، بس اذا بكبلي كتابي هون تلقطيها من هون بترجعي لمحلك، بوزيشن تبعك بتكبيلي اياها بترجعي، اوكي؟
سو بدي ترجع كل مره لهيدي البوزيشن تبعولتك. كيف ما برمتي ترجع لهيدي البوزيشن. ريدي؟ طابي وزنها 3 كيلو، طلعي فيي لهيدي الميله. اوكي، انزلي البوزيشن تبعك، ظهرك جالس، جلسي ظهرك قد ما فيكي، جلسي ظهرك. اوكي، طب ريدي؟ خليكي البوزيشن تبعك، حافظي عليها. ثقيلة الطابة، بدك تنتبهي. هيدي قلبتي أول قلبي. عم بمزح، يلا. بوزيشن لورا أكثر. جلسة كتافك، يلا. أب. خليكي بوزيشن. اوكي، اللي رح نعمله هلا رح نصعب شوي الحركه، اللي رح نقلب هيدي تيصير الاكيليبر اصعب شوي لها. ريدي؟ اعطيني ايديكي جمب. اوكي، وسع اجريكي شوي، مش على الاخر بس انه اوكي، اتس جود. سيم بوزيشن. ريدي؟ خليكي مثل ما انت. اوكي، بس حسي حالك بدك عم تزحطي او شيء جامب عنا. اوكي، يلا. عم تحسي معدتك عم تشتغل؟ كل جسمك البالانس تبعه عم يشتغل؟ خليكي بوزيشن سيم بوزيشن، كتافك جالسين لتحت اكثر. فيري جود. اب. اكسلنت، فيري جود. هيدا اول اكزرسايز عملنا. ثاني اكزرسايز اللي رح نعمله اللي هو من هون، رح كون عم جرب اعمل هيدي الطريقة، نبلش فيها على مهلي شوي شوي يمين شمال and then I go faster. ready؟ وسع شوي اجريكي، وسعيون 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 وسعيون. اوكي، يمين شمال على مهلك، شوي 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 بالاول. اوكي، هلا بدي منك توقفي مثل ما انت، ترجع تنزلي، تاخدي اكثر يمين للاخر، ترجعي فور رينج، يعني للاخر قد ما فيك، قد فيك تاخدي يمين، اوكي ترجع تاخدي شمال. again يمين شمال. جمب. فيري جود. كل هيدول الاكزرسايز بالانس لسكي كثير بيساعدونا. اوكي، اسرع شوي لبس للاخر، فور رينج اسرع شوي. دايما عم طلع قدامنا بعيد عنا. بس تكوني عم تعمل سكي بتطلعي براس كياتك. اوكي، اسرع شوي، بلش سرع شوي شوي. اسرع شوي. هلا عندك 30 seconds بدك تعمليهم تك 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 very fast. and top.
very fast. 25. 20. Keep going. Keep going. 15. 10. Still 10, huh? Keep going. 5 more. Last 5. Faster. Okay. Very good. Next one راح نكون عم نعملها اللي هي الأول كارديو عنا. So اللي رح نعمله رح نلقط هالحبلة بالسرعة اللي بدي اياها. فيكم عم نط هيك, فيكم عم نط هيك. اوكي سو توب وان مور. Very good. Okay. آخر exercise رح نعمله بدي أنا أكون مهدي لك إيديك. اللي رح تجربي تعمليه تقربي على البول لهون. من هون بدك تثبتي. Okay وأنا رح أكون عم ساعدك. Let's do it. Okay خذي هيك إيدي بجلسة ظهرك. جلسة ظهرك قد ما فيك, خلي إيدي بإيدي. مدي إيدي الثانية. اللي بدك تعملي بس بدك تعلي عركابك ترجع تقعدي. Very good. ما تخافي معك أنا. برافو ماريا, اكسلنت. هيك مشاهدينا عم نكون وصلنا لختام حلقتنا, عم نكون بلشنا نحضر المعدة تبعنا, الكور, كل العضلات اللي لازم نستعملهم لسكي, نكون بلشنا عم نستعملهم شوي شوي لنرجع نفوت بالموسم. شوفكم انا بالحلقة الجاية, تابعونا. مشاهدينا متابعين معكم صباح لبنان, وهلا رح ننتقل الى فقره ميوزك مع فريدي عبودي, واليوم التريبيوت للفنان جورج مايكل. صباح الخير مشاهدينا, صباح لبنان, صباح الموسيقى. اليوم حلقتنا مثل ما صرتوا تعرفوا تريبيوت للمغني العظيم اللي فقدناه جمعه الماضي من جمعتين, جورج مايكل. جورجوس كيرياكوس بانياتو اسمه الاصلي, خلقان ب 25 حزيران سنه 1963, توفى ليله نهار عيد الميلاد عن عمر 53 سنه. هو كان مغني انجليزي وريكورد بروديوسر وسونغ رايتر. اشتهر جورج مايكل اكثر شيء وقت بلش مع الجروب وام بالثمانينات, هلا بنحكي عنه اكثر. بيو اصله يوناني وامه انجليزيه, هاجروا من اليونان على انجلترا بالخمسينات, وهونيك جورج مايكل قضى طفولته بلندن. كان بلش انطلاقته, كان بلش يغني بالسابويز بلندن بالاندر جراوند. وقت كان عنده شغف للموسيقى كمان, حتى ايفن اتعلم يكون دي جي, وكان يعمل دي جي باللوكال سكول, يعني بالمدارس اللي حواليه بلندن, حتى ايفن بالبرايفتس كان ياخذ برايفتس. سنه 1981 اسس مع رفيقه كان بالمدرسه اندرو ريجلي الجروب وام اللي كنا بنعرفه, كانت انطلاقته لجورج مايكل بجروب وام, ونزلوا اول البوم سنه 1983. اول البوم كان للوام, البوم فانتاستيك. رح نسمع اول غنيه من الجروب الوام, انا بعد بقول قبل اقول جورج مايكل فانتاستيك, كلوب تروبيكانا, وبرجع بشوفكم. مشاهدينا منتابع نحن وياكم حلقتنا, حلقه غنيه
بموضوعاتها. بعد شوي بينضموا لنا الشاعر وجيه ظهرية، المرنم جمانة مدور، وايضا الشاعر والكاتب طلال شتوي، ضيوف متنوعين. وبالختام مايا نحول، فتابعونا لختام الحلقه. انما هلا نحن وياكم مروح لصالة السينما يلي تم اطلاق فيلم جديد، فيلم لبناني بيحمل عنوان بغمضة عين. هالفيلم هو كتابة الإعلامية والممثلة وبتكتر الألقاب لما نحكي عن اسمها هيام أبو شديد، وهو بطولة زياد برجي، دوجا حجازي، دانا حلبي، هشام حداد، وعدد من الممثلين ونجوم لبنان. كيف كان حفل إطلاق هذا الفيلم وشو أبرز يلي صار بحفل الإطلاق؟ نتابع هذا ريبورت سوا. واعي الصبح معصوبكم مليان فرح بالحياة اللي مفروض ضحكتله. صلوا على باب الشركة يا شباب. فشخة اتنين وإز تمروا بنسمة يا معلم، بشم فيها ريحة برفان. حياتي مش شامي مثلا، ولا أنا بحياتي مش شامي مثلا. تجربة كتير حلوة، صعبة أكيد، أخذت تقريبا من كل وقت، عادت شهر ما شوف فيها حتى أولادي، وإن شاء الله يكون الشغل على ذوقكم. رائد سنان، وينه رائد؟ هو أناني. حبيت السكريبت كتير، وحبيت شخصية نور كمان، زياد يعني حد زياد هيدا الشيء بيشرفني. أردي عم صور هلأ مسلسل اسمه كعب عالي مع عبد المنعم عميري، إخراج ميشيل ميليكيون. أنا بستغرب كيف قدرت تشتغل سنتين على المشروع وأنت ما بتحترم الوقت. أنا دوجة بس. بليك ملا مشوار طاقشي من كندا على بيروت، لا تشلحني المشروع يا معلم. أكيد شعوري محمسة على الموضوع، ويعني خضت هاي التجربة كرمال زياد برجي، لأن زياد كتير بعز على قلبي، وهو يلي طلب مني من بعد ما كان شارك بمسلسل كتبته فرصة عيد يلي هو كان اقتباس. وحبيت لأنه أول شيء زياد بحبه كتير، وحبيت المجموعة يلي موجودة، وكتير يعني اتفقت كمان مع المخرج سيف شيخ نجيب. حبيت كتير الشغل كمان مع فالكون فيلمز، أنا عن جد جماعة كتير محترفين. يعني كانت تجربة جديدة من نوعها، وبتمنى من كل قلبي إنه هلا يمشي الحال والجمهور يحب أكيد. عمول إيه؟ يا زغطولة أنت يا بطل. بس شوف الكائن. رفيق الأنتين. أنتين. رفيق الأنتين الأنتين. أوعى تجيب هدية، أنا بعرف ظروفك. أنت صدقت؟ أه؟ المرة قتلة محساس. ألا يا بخلص قعدتي مع الشباب راجع ضوئك 45 بنيعي. أنا بكون حلاق. وهيدا الحلاق اللي ما حدا بده يحلق عنده، وبالقوة بده يفوت الزباين. وبيخلق معه قصص طبعا بكاركتير ابو طلال، هاي اول مره بلعب كاركتير ابو طلال، فهيدا دوري بالمبدا. اخر شيء بيطلع هو مش حلاق ليك. بصراحه تحمست وقتها حكاني المنتج وعم بيقول لي انه المخرج عامل، كان في مسلسل، هلا ما بدي اذكر اسمه ضمنت تكون ما تصير دعايه، بس عامل مسلسل فيه 6 أو 7 كاركترات نجوم كوميدي يعني. فتحمست لانه بيعرف يدير كاركتر، والحمد لله اعطوني مجال حلو، وان شاء الله يكون الشغل حلو يعني، ان شاء الله يعجب العالم. انت ليه ما بتغني شيء هيك رومانتيكي حساس جنو نطه؟ انت اكيد جايب بضاعه عند نفس التاجر. لا هداك لقطوه. لقطوه الدوري ما بيختلف عن البيبي شيء ابدا. الشيء عيل اللي جاي من بعلبك لحتى يشتغل، والشغل هون ما بنعرف انه مقتل بعضه، ما بتعرف بدك تشتغل. فللاسف اشتغلت بقلب قهوه على البحر، وكانت نام ببراد، بس جو الحش يعني فضحت الدنيا كلها، واكيد المنتج راح بيفضحني، بس انه ما بيأسي. والله هو الفيلم نحن ماضيين كنا مع زياد من سنه، عبد ينزل على راس السنه 15 12، اخرنا انه الفيلم تاخر شوي تصويره، عملنا باول السنه، وان شاء الله يعجب الجمهور ويعجب الصحافه ويعجب هيام ابو شديد. هذا اول فيلم نتعاون معه، ركبت انه زياد قال شو رأيك نجيب هيام أبو شديد، كيدي كويسة، خلينا نجرب ونجيب. هذا اللي صار، حكيني لنا نحن شو بدنا القصة، وركبت القصة على زياد وعلى الفيلم، وهيك شغله صارت. والحمد لله صبرنا الفيلم ومشي حاله. هلا عندنا فيلم بعد هلا نزل بشهر 3 إن شاء الله، اسمه اكل شاري بنين، لحسين المقدم ومرته جوانا كركي. هو نوع جديد بلبنان، نوع قصة لعبة أنيميشن تبعت أبو عبد، قصة أبو عبد. إن شاء الله بيعجب الجمهور وبيعجب الأولاد وبيعجب الكبار والصغار. إن شاء الله شهر 3 ينزل إن شاء الله. يا حلا يا رب يا رب.
تابعين معكم مشاهدينا برنامج صباح لبنان، تابعين مع فقراتنا وضيوفنا، وطبعا بدي اطلب منكم كمان دائما تتابعونا عبر السوشيال ميديا ان كان عبر فيسبوك تويتر او انستغرام. وهلا رح ننتقل الى الفقره التاليه ونستقبل فيها الشاعر روجيه ظهريه. صباح الخير للشاعر روجيه ظهريه، اهلا وسهلا فيك معنا بصباح لبنان. صباح الخير انا، وينعاد عليك ولكل المشاهدين. شكرا وينعاد عليك يا رب. حضرتك موجود معنا اليوم لنحكي عن الامسيه الشعريه بعنوان هون مطرح الشعر، وهيدي اكيد منا الامسيه الشعريه الاولى، لانه سبق للمنتدى الثقافي والفني انه عمل جلسات شعر وامسيات شعر كثيره. خبرنا بالبدايه اكثر ما نحكي عن قبل ما نحكي عن هالامسيه بالتحديد عن المنتدى، كيف نشأ هذا المنتدى، شو هن أبرز نشاطاته، على شو بيشتغل؟ المنتدى الثقافي والفني أسسته بال 2009، صار له 8 سنين لهلأ. نحن منركز على الثقافي والفن الرائي، يعني بنشتغل كل نشاطاتنا ثقافية وفن رائي، فمنقوم بأمسيات، ندوات، محاضرات، مهرجانات فنية، وكلها مجانا اكيد. لانه نحن جمعيه لما تتوخر ربح، فما بنقبض ولا بندفع، يعني انه بمعنى انه كل نشاطاتنا مجانيه. فمن ضمن نشاطاتنا هي الامسيات الشعريه، كمان بنعمل محاضرات، بنعمل ندبات عن موضوع الساعه الموجود هلا يعني. اخر محاضره عملناها عن العنف الاسري والتعنيف ضد المراه، وامسيتنا الجديده هي هون مطرح الشعر، هي بجمعة الجاي بعشر شهر نهار تلاتة الساعة 7 المساء ببلدية جديدة. مين رح يكون المشاركين أو عادة المشاركين بهيدول الأمسيات شعرة، كيف بتختارون؟ هن بيطلبوا منكم المشاركة، كيف بتصير الأمور؟ صراحة في منهم هن بيطلبوا، في منهم نحن مندعيهم، لأنه مننقيهم من النخبة مع احترامي للبقية. انه اشخاص شعراء مزبوط مندعيهم او هن بيطلبوا كمان بذات الوقت، يعني ما في اي مشكله يعني بالشيء. بتدعوا اوقات هواة او اشخاص يمكن شباب جديد من محبي الشعر او اللي عم بفوتوا بالشعر بهذا العالم من جديد، لا تشجعهم كمان او لا يتعلموا من خبرات غيرهم؟ اكيد، لانه نحن من اهدافنا تشجيع المواهب، لانه اذا ما عملنا هيك ما عطيناهم فرصة على مسرحنا ما حدا رح يعطيهم فرصة. مثل ما نحن كمان لو ما انعطالنا فرصة ما كنا وصلنا. كذلك الأمر نعطي فرصة لغيرنا ولشباب الجيل الجاي الجديد إنه هو كمان يبين، لأنه في مواهب كتير بتسحق انه يتضوى عليها وتنبرز. سيد روجيه، يعني اليوم لما نحكي عن مواهب جديده دائما بالغنى بالتمثيل بنلاقي مواهب، يعني هالشباب تندفع لتروح صوب هذا الاتجاه. الشعر ما بعرف قديش شباب اليوم بعدهم مهتمين بهذا الموضوع، قديه بعد في مواهب فعلا عم بتكون كثيره يمكن امام مواهب بمجالات اخرى بالشعر بالتحديد، وبحسب خبرتكم بالمنتدى قديه عم بيكون في مواهب جديده بالشعر، قديه هالشباب والصبايا عم يهتموا بكتابة الشعر وبعد عندهم هالإلمام والثقافة بهذا الموضوع؟ هلا موهبة الشعر هي موهبة مثل ما قلت حضرتك، انه بتخلق مع الواحد، ما في يكتسبها هيك او بس بيقدر ينميها. بنميها صح. نحن ما بنلتفت للشعر الموجود على التواصل الاجتماعي مع احترامي للبعض اللي فيهم، لانه صراحة مشوف كتير استنساخ للأصايد موجودة للي قبلهم، عم ترجع تنعاد عم تتقلد أو تتغير فيها شوي. مزبوط. فنحن بنبعد عن هيك، بنشوف الشخص هو شو عنده نتاج، شو عنده قدرة على هذا، وقديش عنده موهبة حتى أنه نبرز له إياها، نحن نضوي عليها أكثر. بالأمسيات الشعرية دي أوقات كمان ما بيكون في بس إلقاء للشعر، إنما أيضا بيكون في وصلات يمكن فنية أو مشاركة فنية، مثل بالأمسية اللي رح تصير اللي رح تكون بعنوان هون مطرح الشعر، رح يكون في مشاركة للأب جان جبور على العود، ورح يكون في رسم مباشر أيضا للفنانة التشكيلية ريدا البنا. دايما بيكون في هيك نشاطات كمان تتداخل مع الشعر، خبرنا أكثر. نحن بنعمل مثل مزيج إذا بدك، مزيج ثقافي فني، يعني مشان ما يكون بس شعر لوحده، عم نعطي مثل تنويع وتلوين للأمسية
ما بمرافقة مثلاً وغناء مع الأب جان جبور نوجه له تحية. أبونا جان تقريباً رفقنا دائماً وصار في تعاون إحنا وياه كمان بتراتيل لمال مارون. وريدة البنا هي فنانة صاعدة يعني عمرها 20 سنة. نعم. بترسم كتير حلو. كمان هي رح ترسم لايف. رح يكون مباشر. مباشر بالأمسية. فهذه كمان ناحية نحن بنحب نبرز هالوجوه اللي عندها موهبة خلاقة. نعم. ونعطيها الفرصة حتى تبين. ذكرت من شوي الترانيم، حضرتك كمان كاتب ترنيمتين، الترنيم الأولى هي أغنية ميلادية بعنوان عيد وزينة، كانت غناء رانيا أبو سمرة وأخراجك، أما الترتيل الثاني الميلادية أيضا كانت بعنوان يا أمل الجاي، ألحان وتوزيع وتسجيل إلي حردين وغناء سحر خوري. قبل ما نحكي عن هيدي الترتيل بالتحديد رح نسمعها سوا ونرجع منتابع حديثنا. هيدي الترتيلة اللي سمعناها رجي كانت يعني من الترتيل الكتار اللي كتبتهم، كمان بالإضافة لأغاني كمان كتبتها، إن كانت أغاني وطنية أو غيرها، اللي شفناه كمان من كلام من إخراج بين الأسود والأبيض هيك بين الزمن الماضي واليوم، هالحنين بالأغنية دايما لما تكتب خاصة لأمور دينية على أي أساس تكتب؟ هل أنت شخص يمكن إيمانك هالقد قوي حاب توصل رسالة بزمن الميلاد؟ كيف بتصير؟ أكيد هي بتصير مثل تفاعل يعني مع الوقت اللي نحن فيه، يعني بتأثر كتير يعني بالشغلة، وأكيد جاي من خلفية 7 سنين دراسة لاهوت، يعني مش إنه هيك عن عبس يعني. نعم. فإذا كنت بدي أكتب مثلا، تنقول كنا حكينا عن مرمرون، ريت له كل كتبه حتى قدرت كتبت عنه، يعني ما بكتب عن قديس أو شيء إذا ما كان في دراسة قبل، في دراسة قبل. هلا في منهم مثلا مارشار بيل هو موجود فيه مثل ما بقوله، لأنه عملت حوار أنا وياه بكتاب حوار مع مارشار بيل، كان كتاب الثالث، ففي مثل خشبوشية أكتر شو اسمه بالميلاد، انه ما بدنا، لانه زمن الميلاد هو زمن بخلينا نعيشه ونعيشه بعمق. نعم. فبس تعيشي بعمق تصير الكلمات تطلع لوحدها. ذكرت كتابك حوار مع عمر شربل، كمان هذا كان كتابك الثالث، ولكن انت كاتب 5 كتب، اول كتاب كتبته كان عمرك 14 سنة عندما يرحل جسدي. نعم. عندما يرحل جسدي هو مواضيع اجتماعية كتبته كان بعمر ال 14 سنة، ورجعنا عملنا فكر ومجتمع، أصرت المرحومة المؤرخة والأديبة والشاعرة ماي المر. نعم. أنه أطبعوا الكتاب، قريته وتمنت علي أنه زيد موضوعين عن لبنان، لأن لبنان كان بدمه. من هون هلأ بدي أرجع لقصة لبنان ونحكي عن لبنان لأنه شغلي، فأضفت له موضوعين وقسمت قسمين، لأنه هو مواضيع فلسفية اجتماعية. نعم. عن الأنا، الأخلاق، الشر، الحرية، المساواة، والخير، والاستنساخ إلى ما هنالك. فزدت موضوعين عليه عن لبنان. نعم. وطبعته، وكتاب حوار مع مشار بالإجا هيك صدفة. كنا بالمحبسة. هنا عبارة عن شعر أو عبارة عن حكاية، عن قصة، عن سرد، كل عن كل كتاب له لونه يعني. كتاب فكر ومجتمع هو مواضيع فلسفية اجتماعية. نعم. كتاب عندما يرحل جسدي مواضيع اجتماعية. حوار مع مارشاربل هو حوار صار بيني وبين مارشاربل، بس بلغة الصمت، يعني تأملات صامتة، مشان ما يكون الواحد انه يفكر انه انا سمعته او شفته، لا سمعته لا شفته. نعم. ولكن تأملات صامتة. نعم. داخلية. وانطبع الكتاب وكان برعاية البطرك يعني، كان لما أنا من طبعه وهيك. والكتاب الرابع هو دوري ميلوف عن الحب،
والخامس كان أنثى بلا جسد. صح. كمان دايما هيك بتترك مجال للأنثى بكتاباتك بالشعر، كمان بتكتب عن المرأة بالأمسيات الشعرية. لاحظنا أنت ما بتشارك معهم، ولا كان لك مشاركة بأمسيات شعرية كمان؟ أنا صراحة كلهم بيطالبون أنه أعمل أمسية، ما بحب أنه أنا موجود بالمنتدى حتى أنه أنا بين، لا نحن عم نعمل الأمسيات أو نشاطاتنا لا نبرز غيرنا وحتى نضوي، ولكن إذا دعيت أكيد بلبي ما عندي أي مشكلة. نعم. نعم. هل المنتدى اليوم تعتبره منفس للمثقفين، منفس لهالشعرة، منفس للفن؟ دايما لأنه منحس ما في، كنا عم نحكي أنا وياك، بتحس أنه ضيق المحل على هالأشخاص خاصة على الناس المثقفين على الفن، هل هيدا كمان هدف من الأهداف؟ بكل صراحة رح أقولك، مش لأنه أنا عششتكم تلفزيون لبنان ربينا عليه، هالشاشة اللي ربينا عليها نحن وصغار ورفقتنا وكبرنا معها كانت الشاشة الوحيدة، وهلأ بعدهم لهلأ كل ما بدهم يطلبوا شيء بدهم تنقول أرشيف معين، أرشيف معين بدهم يرجعوا لتلفزيون لبنان. نعم. يعني هو هالنبع اللي بيعطي، ونحن كمان عنا نبع اسمه لبنان، نبع عم بيعطي، هو هويتنا، هو انتمائنا. فهالنبع إذا كان هو مين واجهته، مين واجهة هالبلد، واجهته الحضارة، الحضارة اللي عم نحكي عنها هي السقافة والفن الرائي. نعم. هي اللي بتنشر للعالم. يعني عم نحكي لبنان وقت نقول 6000 سنة منو عن عبس. نعم. وقت عم نقول صدر الحرف للعالم كمان ما عم نقولها إنه هيك كلمة من قالي عيني. نعم. هيدي أستاذ رجاء، بس ما يدهمنا الوقت، بتقول إنه عندك حلم لبناني مثل ما عملوا حلم الحلم العربي. نعم. بتقول أنت عندك حلم لبناني بدك تحققه، خبرنا أكثر عنه هيك ولو باختصار. الحلم اللبناني هو في عندي مشروع، هو أغنية لبنانية محط مع مشاركة لبنانية من كل الفنانين اللبنانيين. بصراحة انكتبت، صارت جاهزة، جاهزة كله جاهز. ليش أنت بحاجة هلأ؟ بحاجة للإنتاج. نعم. فأنا إن شاء الله بعهد فخامة الرئيس أنا بوجه له نداء أنه يضويلنا شوية على السقافة بالبلد وعلى الفن الرائي، وبسلمه هالتمني إذا بدك. نعم. هالحلم حتى يتحقق على عهده، الحلم اللبناني ويشوف النور وكل العالم يشوفه، لأنه شغلة كتير حلوة، حرام تضل ما تنبرز. فعلا يعني نتمنى أنه وجه لبنان الثقافي والحضارة يضل حاضر دايما، إن كان من خلال أعمالكم أو أعمال هالمثقفين أو هالشباب اللي دايما يلتفتوا للأعمال الثقافية، وحتى بكل المنابر، إن كانت المنابر الإعلامية أو حتى اليوم على السوشيال ميديا، نحن بحاجة فعلا لهالمساحة الثقافية تكون موجودة وتضل موجودة. أنا بشكرك اليوم أشعر روجي ظاهرية لوجودك معنا، ونتمنى لك كل التوفيق. أهلا وسهلا. أنا لأليك ولتلفزيون لبنان، شكرا للاستضافة. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا رح نتوقف لحظات قليلة مع بريك إعلاني، وبعد البريك الكاتب والصحافي طلال شتوي بينضم للزميل شادي، خليكم معنا. مشاهدينا منتابع حلقتنا نحن وياكم، بختام الحلقة نيوتريشن مع مايا نحول والمرنمة جمانة مدور، موعدنا معها كمان بعد شوي بتنضم لزميلتي رنا. إنما أنا وياكم هلأ منحكي ثقافة، منحكي فن، منحكي لغة الكلمة، وإصدار جديد بيحمل بطياته زمن من أجمل الأماكن، من أجمل الذكريات، من أجمل الأوقات، كلهم جمع بكتاب واحد. زمن زياد الرحباني لما نحكي عنه ما فينا إلا ما يكون طبع كتار من الناس، كتار من الشخصيات، وخاصة هالشخصيات يلي كان إلها باع إن كان بالأعلام أو حتى إن كان بعالم الكتابة. ضيفي عايش زياد الرحباني كتب عنه هالقد مؤثر بالأشخاص اللي كمان كانوا محاطين فيه. إصدار جديد ملفت لأنه تم إصداره بمعرض بيروت الدولي للكتاب بالعام 2016، وبليل
الافتتاح نفذت الطبعة الأولى، مش بس لأنه المضمون وأكيد لأنه زيادة رحباني، ولكن لأنه جامع هذه الكلمات، وعم بحكي هون عن الصحافة والكاتب طلال شتوي، قدر هالقد ياخد من هالناس يجمع كلمات ويجمع أحرف ويحطها بكتاب واحد تحت عنوان قديش كان في ناس، وقديش كان في ناس مرقت وما طبعت. إنما زياد عرف كيف يطبع وعرف كيف يبقى بكل شخص، والأهم من هيك يلي عرف كيف يأرخ يلي هو ضيفي بالستوديو طلال شتوي. نحن عايشين بحضارتين مع بعضهم، بس صايرين معودين عليهم كل النهار. الخيال أوقات إذا خلط بيناتهم بيطلع إشياء. ممكن أنت مثلاً تبصري بنومك قرص همبرجر هيك طعمته فلافل، هذا شو بيقولوا له؟ ما له اسم يعني، ولا موجود لا بالشرق ولا بالغرب، هذا شيء لبناني. هذا هو باختصار زياد رحباني اللي معودين عليه، وقديش كان في ناس، وعنوان الكتاب الإصدار الجديد للكاتب وصحافي طلال شتوي. صباح الخير. صباح الخير شادي. صباح أهلا وسهلا فيك تلفزيون لبنان. مبسوط أنا أنه تقريبا لقاء الأول، هو لقاء الثاني مبدئيا تلفزيونيا بتلفزيون لبنان، هالمطرح اللي بحبه. بعدني عم خبر أول ما وصلت أنه كل ما بفوت لهون بحس أني بنتمي لهالمطرح. أهلا وسهلا فيك. على كل حال زمن زياد هو الإصدار الجديد يلي دائما بنكون مبسوطين لما نستضيفك، ويكون في هالسبب لحتى نكون عم نحكي نحن وياك. طلال، زمن زياد قدي بعز عليك، قديش زمن زياد كمان قدر يطبع، وحضرتك ذاكر بأول الكتاب وبتقول يعني زمن زياد الرحباني يلتقي مع كل إنسان جاء إلى هذه الأرض، جوزيف حرب بصيف 1993. صحيح. ليش زمن زياد؟ هو زمن زياد يعني زمن جيل زياد بالواقع. حتى أنا يعني اللي عملت هالكتاب اكتشفت وأنا عم استغرق فيه بأنه بقدر ما هو زمن جيل زياد أيضا هو متصل بما سبق وبما سيأتي. لازم نوه دغري بأنه زمن زياد ما بينفتح بارانتيز وبيتسكر بعد ما خلص، مفتوح البارانتيز ومفتوح مستمر. أكيد مستمر. أكل حال أنا عملت لازم يعني، آخر جملة بالكتاب يا ريت تقريها، آخر جملة. آخر جملة بالكتاب بتقول فيها: قطعا هذا الكتاب ليس رواية زياد الرحباني الشخصية أو الفنية على الإطلاق، إنه روايتنا نحن الذين مررنا في زمن زياد، ولدي يقين بأنه جزء أول سيليه جزء ثان. صحيح. لن أكتبه أنا، ربما طارق. طارق يعني الأجيال التي ستأتي، اللي بيقروا الكتاب حيعرفوا أنه طارق هو الجيل اللي جاي. صحيح. وبالتالي زياد مكمل. زياد مكمل يعني. الكتاب سبقتنا على الآخر، بلشنا من الختام. هالبارانتيز اللي عم تحكي عنها وبعد ما تسكرت لليوم، يعني اليوم مع زياد الرحباني هو الغائب الحاضر، خليني أقول يعني، يلي حتى لما رجع طلع بالصلاة اللبنانية بالنسبة لبكرة شو فيلم أمريكي طويل، وكل العالم يلي صارت حافظة يمكن اللغة يلي زياد بيحكي فيها والتفكير يلي بيتوجه فيه، إن كان على سوشيال ميديا أو حتى بأفكاره. صعب إنك تكتب عن زمن هذا الإنسان؟ صعب وسهل بنفس الوقت. يعني حقلك السهولة وين؟ السهولة بأنه أنا أنتمي إلى جزء من هيدا الزمن، ما فيني أقول أنه أنتمي بنتمي إله كله. أنتمي إلى جزء من هيدا الزمن، والشقفة اللي ما كنت بعرفها منيح أتح لي الكتاب أني أتعرف عليها عبر شخصيات الكتاب، وعبر أني برمت قد ما بقدر يعني. نعم. الصعب أنه إيه زياد لا يحتوى. يعني في ناس بيستعملوا تعبير بأنه زياد متعدد أو متنوع، هو تعبير واضح شو بيعني. يعني زياد بيشتغل بفنون متعددة، وبكل هالفنون هو درجة أولى مبدع يعني.
أنا انتبهت على شيء تاني منه سلبي، ولكن أنا بقول زياد متشظي أكثر من أنه متنوع، متشظي كتير رغم كل إبداعاته الكبيرة بالموسيقى بالمسرح. أنا بضيف عليهم بالشعر، وهذا يمكن يكون مستغرب، ما حدا بيقول الشاعر زياد الرحباني. صحيح، ما كتبه زياد الرحباني من أغنيات. وأولا قديش كان في ناس على المفرق تنطر، ناس وصولا إلى مجموعات اللي طلعت بصوت ست فيروز. صحيح. الأخيرة من أرقى وأحلى وأصفى الشعر اللي مدرسة قائمة بحد ذاتها. فنرجع للفكرة بأنه بتضيف عليهم زياد الإذاعي، يعني زياد ببرامجه الإذاعية. صحيح. بإطلالاته التلفزيونية، بآرائه السياسية، بآرائه الاجتماعية. بهلأ المشهد اللي شفناه هو الأشياء اللي عم بيحكيها هي منا قرص البرجر يلي ممكن تحلم فيه ويكون بطعمة الفلافل. مية مية. لا تفسر. وفكرة بأنه في حضارتين، يعني نعم. وفكرة بأنه بتقول جملة باللبناني. نعم. لو ترجمتها لكل اللغات ما حدا حيفهم معناها، بيفهمها بيفهم حرفيتها شو بتقصد، بس ما بيفهم، ولكن ما بيقدر يترجمها لغويا مثل ما هي وينقلها. لا، ما بيقدر يفهم ليش اللبنانية عم يقولوها. صحيح. هالإغراق كمان بالمحلية أو باللبنانية هو اللي بيوصل لكل العالم. من هون تجي العبارة اللي استخدمتها أنا واللي قال لي إياها جوزيف حرب الله يرحمه. نعم. بصيف 93، اللي هي كل إنسان جاء إلى هذه الأرض يلتقي مع زياد الرحباني. انطلقت من هالكلام لحتى تبني شو نحن لما ناخد زمن زياد، قديش كان في ناس منكون عم نتوقع رواية، منكون عم نشوف بهالشخصيات اللي هن طارق وكاتشا ومنى وأمل وإكرام واسكندر وإيفان وموسى وعمرو إيفانا، يعني كل هالشخصيات اللي عم تحكي عنهم كيف نسجت برواية بتاريخ، خليني أقول دوكيومنتير، ما بعرف كيف، يعني شو متوقع لما نشوف هالكتاب، مضمونه كيف منسوج؟ هو لازم غير يقول، ولكن أنا بقدر طبعا التكنيك أنا اللي اعتمدته. نعم. وأنا بقدر أشرحه شوي، بس تقييمه بتركه للآخرين. أنا بقدر أقول بأنه هو خليط من كل هود اللي ذكرتهم، ولكن خليط بتكنيك مختلف وبنكهة مدروسة. نعم. والسردية تغلب علي، بمعنى لما اضطررت أني صنفه، أنا عادة ما بصنف كتبي كلها، فكيف هذا الكتاب يلي هو خارج التصنيف حقيقة، تصنيف لغوي أو لا التصنيف عادة بصنفه الكتب، هيدا شعر، هيدا رواية، هيدا بأي خانة فينا نحطه؟ أنا صعب أنا, أنا لما سئلت. نعم. في شي فئة بالحياة اسمها رواية غير متخيلة؟ قالوا لي لا. هو رواية خبرية البرجر والفلافل. هو بالآخر روايتي. نعم. روايتي عن زمن زياد. يمكن في آخرين يقدموا هالرواية، مش قصدي اللي قايله أنا، يقدموا رواية عن زمن زياد مختلفة تماما. بتعرف شادي، ممكن يطلع 10 كتب عن زمن زياد ما بيشبهوا بعض. كيف تعرفت على زياد الرحباني أول مرة؟ ببيته بالحمراء؟ يعني أنا حاكي كيف هلأ، طبعا من حكم موقع، من حكم شغلي كصحافي، يعني كان ما في يعني بهيدا الزمن. تتذكر أول لقاء؟ طبعا بهيدا الزمن اللي عم بحكي عنه، يعني الثمانينات، طبعا كان أي صحافي بيحلم يعمل مقابلة مع زياد رحباني. على فكرة كان زياد رحباني موقف مسرح وظل موقف 10 سنين، وكان مقل بظهوره التلفزيوني، يعني مقابلاته قليلة إن كان بالتلفزيون ولا بالمجلات أو بالجرائد. فبالتالي كان حلمي أعمل مقابلة، عملت جهدي، قدرت حكيت معه على التليفون مرتين، وكل مرة كان يعتذر وكان يقدم لي عذر صادق حقيقي، اللي ما عندي شيء أحكي عنه، لما يكون عندي شيء لازم أحكي، بس أنا هلأ عن شو بدي أحكي؟ ما عم بعمل ولا شيء، ما عندي عمل. أول مرة صادفته ما بنسيها، صرت روية أكثر من مرة، مش يعني مش بمقابلات، روية بكتبي أكثر من مرة. نعم. لأنه نعم. يعني
السياقات بتودي اني ارويها. كان بيوم انا كنت ساكن بالشارع نفسه اللي كان فيه بيت زياد، بغض النظر عن انه ساكنين برابع بعض. نعم. كنت فايت رايح على السينما، كان درج السينما هذيك الايام كثير. كنت رايح على السينما مارينيو، فبلتقي بجوزيف وجوزيف حارب وزياد وكارمن لبوس. انا ما كنت اعرف زياد شخصيا، جوزيف عرفنا على بعض، كان هذا اول لقاء. من بعده التقيت في مره بتلفزيون لبنان، بكواليس تلفزيون لبنان، وطلعت بحلقه انعملت طلعت محاور يعني، او ما بعرف ضيف محاور، كان شكلها غريب على الحلقه، انعملت لاطلاق مسرحيه بخصوص الكرامي والشعب العنيد. لكن التعارف الجدي الحقيقي كان ببيته بعد سنتين من هاللقاء، لما كنا قاعدين عم نحضر لمقابله طويله انعرضت على تلفزيون مستقبل. حقيقه ما حضرنا شيء، قعدنا حكينا وتعرفنا على بعض. هو كان يعني التحضير الابرز لما يكون هيك اندايركت، يكون بطريقه عفويه بتشبه زياد وبتشبه طريقه تفكيره. بدك الحقيقه شادي بوقتها بعد ما رجعت على البيت تذكرت انه يعني ما عملنا شغلنا. وهذا هو زياد اللي بيعمل شغله بلا ما يعنون وبلا ما يعمل ضجه، هو ضجه العمل لحاله، ضجه كلامه، ضجه تفكيره هي اللي بتضج لحاله. هو حقيقه شيء حسيته بيشبهني. الاصح اقول اني بشبهه فيه، يعني كله هيدا تحليلات اجت لاحقا وقت يعني وانا عم حلل شو صار. هيدي العفويه والتلقائيه اكتشفت اني انا بشتغل هيك كمان، يعني انا عندي نفس العلاقه بالقصص، نقاط مشتركه بمطرح ايه نفس العلاقه بالقصص. انا كثير عفوي. قبل ما نتابع حوارنا رح نعطي الكلمه لزياد ونرجع نتابع حديثنا انا وياك. يلا. في نغمه مثلا اسمها بلوز، بيورفل جاز ميوزك، روعه مع زياد الرحباني. متابع طلال معك لحتى نحكي عن زمن زياد اكثر. اليوم بين بعدك على بالي بين هذا الازرق انا كانك في ان اكون معا، واليوم زمن زياد قديش كان في ناس، قديش كان في ناس. هي اول اغنيه كتبها زياد وباع على بيو. صحيح. وكان السعر مغرب، تذكر بقلب الكتاب يلي بيقرا بيعرف عن شو عم بحكي اكثر. شو تغير بهالنهج اللي انطلقت فيه ببعدك على بالي وصولا اليوم لزمن زياد، وكيف النهج نسج بطريقه تبقى مستمره وتأرخ هذه المرحله وتأرخ هذا النهج اللي هو بحد ذاته كمان طبع مرحله معينه، ومثل ما ذكرت يعني بعد البارونتيز مفتوحه وبعدها مستمره بذاكره الناس وبحضرهم ايضا. بصراحه انا ما بقدر اكيد وكمان ما بقدر انفي باني انا ماشي بنهج لحد هاللحظه يبدو هيك دون شك. الشغل والتكنيك المتبع بزمن زياد مختلف تماما عن بعدك على بالي. التشابهات الوحيده بيناتهم السعي للسلاسه والبساطه، لاني انا بحب اوصل للناس، يعني ما بحب يكون في غموض او تعب عند القارئ لما يقراني. انما ما بقدر انفي بانه ايه ماشي بنهج معين يبدو قريب من تسجيل مش تاريخ طبعا ولا بيشبه. ما فينا نسميه تاريخ، لا ابدا، لانه تاريخ له طابع علمي مختلف، بيشبه تسجيل وقائع ربما لن تذكر في التاريخ. هذه بتشبه الكاسات اللي كنا نسجل عليها قبل من زمان، بيبقى تسجيل خاص، بيبقى تسجيل بيشبه صاحب هالكاسات اللي ممكن تبقى بالجرور محطوطه و ايه بتكون برايفت هالقد، تكون هالقد إيه شيء حميم، شيء بيشبه الشخص. بتعرف رغم انه انا بزمن زياد في شخصيات كثير عم يروا. مين هالشخصيات؟ هلا بنحكي عنه، بس خليني اقول الفكره بانه انا بزمن زياد
رغم انه في احداث بتمرق بزمن زياد بترجع ممكن ترجع 100 سنه لورا يعني هالقد بمرق علي مرورا، بس بحس حالي على طول وكاني شاهد عيان، يعني لاني خدت من مصادرها، وبالتالي هالقد هالحكايات لو ما انكتبت هون ما حتنكتب ولا مطرح، وهي مش حكايات خاصه، هي فعلا حكايات زمن. مين هالشخصيات؟ انا بشكرك على هالسؤال، لانه انا باللحظه اللي ولد المشروع تبع الكتاب اخذت القرار باني انا ما اقرب على المحيط الضيق ولا الاوسع شوي ولا الاوسع اكثر بعد اللي حول زياد الرحباني. انا اعتبرت انه اصدقائه او اللي اشتغلوا معه او القريبين منه بالسابق وهلا يلي معظمهم بعرفهم يعني عندهم رواياتهم وعندهم الاشياء اللي بيحكوها ودجا يمكن حكينا، ف انا بدي شيء تاني، بدي اخرين ما بتربطهم بزياد الرحباني الا تقاطعات الحياه، وحصلت على هالحكي هالحكي بلش ببيروت وصل على الشام على حلب على فلسطين وصولا الى مصر. شو لقيت قاسم مشترك بهالحكايات كلها بهالاشخاص بهالشخصيات؟ حسيت هيك في خيط ممتد بين كل ما حكي وقيل على ألسنتهم. هلا الخيط اللي موجود بالكتاب خليني احدده اكثر، هو اللي بيربط بين الكل، هو زياد الرحباني، بمعنى تأثير زياد الرحباني اللي احيانا مرئي واحيانا غير مرئي بقراراتهم بالحياة، بمقارباتهم للأحداث، رغم كل الخيبات رغم كل الدمار المعنوي والشخصي واحيانا المادي اللي عاشوه شخصيات كتابة. في ناس تانيين عندهم شعل وأمل ومن نفس المطرح، يعني منطلقين كلهم من نفس التقاطعات، وبالآخر قلت أنا أنه بيشبه كتابي دليل الخراب، هيدي كاتبة اللي ما كتبتها للأسف، بس هلأ حضيفة على الأقل بهاللقاء، أنه كمان مش بس دليل الخراب كمان دليل الأمل ودليل الحياة. صحيح. طلال أنا وياك من الضو للفي مع زياد مننقل شوي نحن وياه على الفي ونرجع نختم لقائنا. yeah. بلا ولا شيء عفواً، هذه اسمها حب يساري، بس هي أغنية عالمية، يمكن هلا زياد قد ما انزاعت وقد ما حفظت وقد ما تغنت بطل يحبها، يمكن قد ما تردد ايه، بس لا هي أغنية. على كل حال كل اللي شفتهم وأنا عم حضر الكتاب حافظينا معلقين بالغنية، ما فينا يعني من قديش كان في ناس لا ايه في أمل، ويعني دائما زياد بيخدنا بالكلمة بكل ما قدم. لحتى أختم أنا وياك، تتمت هذا الكتاب زمن زياد، كيف عم بتحضر له؟ شو المشروع لألا؟ لا أنا طويت الصفحة، خلص الكتاب بالنسبة لي، ما بقى يعني أنا قلت الجزء الثاني الافتراضي مش أنا اللي حأكتبه، يعني حتكتبه أجيال بدها تجي بعدين. أنا بتطلع هلأ أدى ممكن تتراجع عن هذا القرار بمكان ما، أو أنت من الأشخاص يلي إذا قفلت الصفحة خلص يعني بتكون سكرت؟ لا هو مش قصة، يعني مش قصة أنه كتير أنا يعني كلمتي كلمة وهذا، لا ممكن غير رأيي بعد تكي يعني، بس مش هون الموضوع أنه أنا كمان بعتقد كمان هون عم بحكي شيء بيشبه زياد. أنا بزهق من أني كرر القصص يعني أو قلد نفسي، يعني أنا إذا ما لقيت مناخ جديد وتكنيك جديد ومطرح جديد مثل بيشبه المغامرة، يعني
ما بتشجع اني اكتب انك تروح باتجاه ايه يعني. فمن هون اكيد بدي فتش عن شيء مختلف. وزمن زياد هو المختلف دائما واللي بيبقى حاضر واللي بيبقى دائما غير عن كل شيء. طلال شتوي شكرا لك، بتمنى لك 2017 مليئه بالصحه والامل والطمانينه يا رب. بشكر وجودك معي اليوم بالبرنامج، وبشكر كمان المعد سينا خليل على الاعداد ومضمون هذا اللقاء. كمان انا بشكرك شادي. قبل كل شيء انا كنت مخبر سينا، قبل كل شيء هي من أوائل اللي قريوا الكتاب وحبته كتير، وكنت بخبرها قبل ما نفوت لهون أنه لما عرفت أنه حأكون معها قلت لها شادي وجه حلو علي إن شاء الله مثل السنة الماضية يعني، لأنه نفد الأزرق على فكرة. صحيح. طبعاً بشكر تلفزيون لبنان. إن شاء الله يا رب كل الناس بدها نخلص، نتأمل الخلاص دائما بالأمل وبالصبر بيكون. شكرا لك الكاتب وصحافي طلال شتوي، وألف مبروك زمن زياد. قديش كان في ناس يا هلا. ميرسي. مشاهدينا المراني مجمانا مدور بتنضم لزميل تيرانا بعد البريك. نو زابينج، خليكن معنا. تابعين معكم مشاهدينا طبعا برنامج صباح لبنان وفقراته. بعد شوي كمان رح تنضم لنا مايا نحولدو من فقرة نوتريشن، أما هلأ فرح ننتقل إلى فقرة كلها أحساس وصوت ملائك. حملت الرسالة بأمانة ومشيت على دروب النور بعمر صغير، واتجهت نحو الكنيسة حيث وظفت الوزنات أي المسؤوليات والدعوات من خلال موهبتها وصوتها لتشارك الرب ببناء ملكوته على الأرض. كل ما ترنم بحس كل متلقي أبواب السماء مفتوحة. أما سر الضحكة بعيونها اللي بتعكس فرح قلبها المتفائل دايما هو قوة الإيمان والتمسك بإلهامات الروح القدس. هي المرنمة صاحبة الصوت الملائكي جوانا مدور. يا سيد الرحمة يا سيد الغفران، عليت بسماحك كرامة الإنسان. الإنسان يا سيد الغفران، قلت الضرب خدك بتخلي له خدك، لا تنتقم منه ولا تزيله من حدك. لو انه عدوك بتحبه عدوك، ما بتحقد ما بتكره ما اكبر سموك. سماك التسامح فضاك كرامة الإنسان.
جمانة مدور صباح الخير. صباح النور. نورة صباح لبنان. ومن عيدك ومن إليك ميلاد مجيد، وكمان إن شاء الله هالسنة كمان تكون حملت لك بعد إشياء أحلى وفرح أكبر كمان إن شاء الله يا رب علينا كلنا وبالأخص على لبنان والدنيا كلها كمان. الترتيلة اللي سمعناها هي من كلمات أنري زغيب. زغيب نعم. يعني هذه الترتيلة كمان انت وعم بتأديها حسينا كمان انه طالعة من قلبك، عم تحكي مع يسوع وفتحتي له ايديه ومن قلبك فعلا عم تطلبي منه الرحمة، هو سيد الرحمة. كل هيك غنية او بالاحرى كل ترنيمة كل كلام بيتوجه للرب بينبع من القلب، بتحسي انه عم تعطيه من قلبك، عم تعطيه من احساسك من روحك؟ اكيد، لانه ما فيك الا ما تكون صادقة مع ربنا، انه اصلا اذا انا بدي انعك بشيء بدي اكون انا مقتنعة فيه قبل ما اقلك اياه. والكلام اللي بدي أقوله أنا للآخرين مثلاً، عم بقول يا سيد الرحمة لازم أقوله لنفسي أنا قبل، يعني اللي عم بقوله للآخرين إنه عملوا هيك لازم أنا أعمل هالشي قبل. صح. يعني هذا بحملي كمان مسؤولية، و يعني بالفعل هيدي الترتيلة مترابطة جداً، إن كان كلام من شاعر هنري زغيب ولحن من جوزيف خليفة. نعم. يعني ما في شيء من ولا أي ريسيتال من عيد بالعيد الميلاد بحطها على مدار السنة، ممنوع تنشيل من ولا ريسيتال، مش معقول، ما في أبداً. جمانة حضرتك مجهزة بالعلوم الموسيقية وبالدرس كمان بجامعة روح القدس بالكاثوليك. نعم. قد ايه انت بتحسي حالك هيك قريبه من تلاميذك؟ قد ايه بتحسي انه علاقتك بتلاميذي مش بس علاقه يعني معلمه وتلاميذ، انما ايضا هيك في محبه، في تواصل بينك وبينهم؟ اكيد، والا ما بيوصل اللي بدك توصلي لهم اياه، يعني بدون محبه وشغف حتى بكل شيء انه ما فيك توصلي. هلا هو بده يدرس ما بده يدرس، راغب بهالشيء بشغف بهالشيء صار شغلته هو، بس انه انا علي اني دائما اوصل له المعلومه، وأوقات بتصعب الأمور علي دايما بستعين بالروح القدس أنه كيف ممكن نوصل هالشغلة للتلميذ. بتعرف بياخد منهم كتير كمان، يعني أنا بياخد من روحهم حلوة، وقتها فيه أنا ساعدهم بكلمة طرية كمان بقولة، وقتها لازم يكون حازمة كمان بكون حازمة. بس اللي بدي أقولك إياه أنه اللي بيسيطر هو أكيد الحب والاحترام. يعني كونك يعني قريبة من هالتلاميذ وهالشباب وهالصبايا، وفعلا لما الواحد يقعد معك بحس كأنه قريب منك، في محبة موجودة، بتحس بوجعهم، بتحس بمشاكلهم، بخبروك يعني هالمشاكل الشباب اللي عم تقطع فيها اليوم، الوضع منه هين أبدا، صار في كتير مشاكل، بتساعديهم بنصايح بعلاقتك الروحية أنت وياهم كمان؟ أكيد، لأنه بالنهاية إنه ربنا هو عدوى، يعني ما فيك يكون بتحملي ولانه كلمة صغيرة عن يسوع وتقدر تخليها لإلك، ما فيك. إذا هني حبوا يحكوا يمكن بحكي، بس أكيد إنه من الصف بيكون كتير نطاق كتير صغير. يمكن كلمة طرية تقوليها تساعدوني، يمكن كلمة كمان أخذها منهم أنا كمان تساعدني كرمال بعدين. أكيد في مشاكل، بس بدك تضلك تقولي لهم أنه يسوع المسيح موجود، ربنا موجود، العذراء دايما معهم تتساعدهم، أنه بتحسسيهم بالسمح وليهم. يعني ما في شيء، كل شيء ناشف بدون يسوع، كل شيء ناشف بدون يسوع، ومع يسوع المسيح الحجر في حياة شوفي قدام فعلا بدون يعرفوا هالشي، والكل العالم اللي حواليك بدون يعرفوا هالشي. صحيح، مثل ما أنا كمان لازم من وقت للتاني وقت الضعف كمان لازم أكيد ربنا بيبعث لي حدا إنه يشجعني بالحياة اللي أنا عم بعيشها. نعم. بالمشاكل اللي بتوقع. زمن الميلاد بتقولي جمانة إنه بالنسبة لك هو زمن للتجدد وزمن للمحبة، وبصلواتك بتذكر كتير ناس، ومن بيناتهم أيضا بتذكر دايما بصلواتك جوزيف خليفة. ومين بتذكر كمان؟ بذكر أكيد أهلي، أمي وبيتي كله وكل اللي حوالي، الله يخلي لي اياهم ويطول بعمرهم. بذكر اصحابي كثير، خصوصا اللي قرب مني اللي دائما عم بيساعدوني. بذكر كل اللي طلبوا مني اني انا اذكرهم، ضلهم دائما بصلاتي، بيقولوا يا يسوع اذا نسيت شيء انت دائما ضلك ذكرني عندي، يعني صلاه يوميه غير اداديس انه دائما لقلهم. وبذكر كل انسان مفضل علي ان كان روحيا وان كان زمنيا. نعم. بكل عطاءات بكل مساعدات اللي عطيني اياها هودي الناس انه دائما معي. لبنان ما بفرقني ابدا 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 ابدا، يعني مش حقلك صديق روحي، هو روحي، يعني هو في مثل يسوع المسيح، لان انا بعرف انه لبنان هو مسكن يسوع المسيح. صحيح، هو ان الناس بذكرهم، والكل العالم كله الشرق الاوسط. إذا بدنا نذكرهم هلا بترنيمة بصلاة بصوتك، نذكر يمكن لبنان، نذكر الأشخاص، شي بتختاريه وتسمعينا، تفضلي على البلد أربيز.
رح نقي شيء بما انه هلا الليله زمن دنح عنا. نعم. وعماد يسوع بنهر الاردن وكمان عيد الميلاد عند الارمن الارثوذكس صحيح بدنا نغنطالي وكل بنعيدهم. رح رتل بعد ترتيلي للميلاد اسمها يا الطفل النايم، كلمات والحان جوزيف خليفه، وبذكر كمان دائما بصلواتي الانفس المطهريه، وبذكر كل انسان معذب كل انسان مريض. يا الطفل النايم بمزود صغير، تعال شو طقس غايم بردان وفقير، شو بقدر اقدم لك تا تدفى بهالعيد، راح اقدم لك قلبي وكل ليالي العيد، بطلب منك يا يسوع طعم الجوعان، بطلب منك يا يسوع تسقي العطشان، بطلب منك يا يسوع دفي البردان، بطلب منك يا يسوع تحمي لبنان، بطلب منك يا يسوع طعم الجوعان، بطلب منك يا يسوع تسقي العطشان، بطلب منك يا يسوع دفي البردان، بطلب منك يا يسوع تحمي لبنان. يا الطفل النايم بمزود صغير، تلج وطقس غايم بردان وفقير، شو بقدر اقدم لك تا تدفى بهالعيد، راح اقدم لك قلبي كل ليالي العيد، راح اقدم لك قلبي كل ليالي العيد. شكرا جوانا مدور. فعلا يعني لما نرفع صلاتنا ليسوع المسيح ونقدم له كل شيء، ما بيقعد في شيء صعب بهالحياه وما بيقعد في عوائق ابدا. خلال زمن الميلاد كمان دائما بتكوني موجوده برسالات عديده. السنه كمان كنت موجوده بالايقونه العجائبيه بالاشرفيه، مار جرجس بمجد المعوش، مار جرجس سربا، السيده المنطرة بمغدوشه، سيده البزاز بيت شباب الايو، مار جرجس حلبة، مار يوسف العطشاني، سيده الفنار، مار جرجس حالات، واخر رسال كان كمان مع الصليب الأحمر بفرع جبال بمار جريس. بعد في لا بس الفنار مش هلأني لبعدين يعني ما عادت. نعم. صارت لا هو هن اللي كانوا بشهر بس ديسمبر كانتار بس حلوين كتير. بتعرفي بحس نعم. بتحسي في شيء ناقص اذا ما كان في ريسيتال، اذا ما دعيت لريسيتال بزمن الميلاد؟ اكيد ليكي، اذا مش بس ما اذا ما دعيت لريسيتال، هلا انا حرين الرعاية فيون ايه فيون لا، اذا ما كنت قريبه من كنيستي، انا كنيستي اللي هي بذكرها وبذكر البابا فرانسيس وكل نعم. اللي مرقوا كنيستي تاميني على قلبي، يعني كنيستي هي عائلتي مش حالك الثاني عائلتي الاولى. نعم. انه دائما اذا ما كنت فيها ومعها وشاركت بالذبيحه الالهيه وتناولت جسد ربنا، اكيد انه عيدي مش عيد، مش حالك عيد ناقص، عيدي مش عيد. بحب الحركة، يعني إذا بدك بحب كون مثل مارتا ومريم بالعيد. أكيد هذا شيء بمليني من جوا، بخليني أعيش خبرات كتير حلوة، بس كمان في أوقات بينك وبين يسوع تميني جدا، يعني أنت وياه لحالك، كمان مع المجموعة بالكنيسة وكمان لحالك، يعني شيء كتير تمين، في اثنين لازم واحد يناسق بين اثنين، بس بحب هيدا علامة إنه كنيستنا عايشة، كنيستنا حية، كنيستنا هي يسوع المسيح. يسوع المسيح كمان عطانا الحرية. هل شعرتي يوما ما أنه عندك رغبة بالتوجه نحو الغناء؟ يعني بنعرف دايما جمانة مدور أنه هي قدمة صوتها للرب، بترنم دايما، بس ما شفناها ولا مرة يمكن عملت سدي، عملت هيك أغنية، مشت بطريق الفن، حفلات كبيرة، ما حسيتي يوما ما أنه عندك شعر؟ رغم أنه يمكن بتغني فيروزيات، بتغني أمور بحبون كتير صحيح وأولديز، بس ما كان طريقك الأول خلينا نقول. مزبوط. لكن بحب كتير غني، بحب كتير افرح وانبسط مع العالم وهيك، بس بتعرفي بحس حالي بمكان ضيق، يعني بحس بعد بدي اتنفس، تنفست ومبسوطه فيه وتنفست، بس بعد بدي هوا. بحس مع يسوع هو
فرح المطلق، يعني ما في حدود، دنيا واسعة، سما وطيري، عرفتي؟ وطيري وشوفي هالجمال كله، شوفي الدنيا كلها، انه بحس فرحي هونيك، يعني بحس قلبي رح يطق من الفرح هونيك. مع انه هيداك الشيء شيء كثير حلو، بس بحس ربنا حطها، ما بتصدق، بحس ربنا والسما والعذراء كثير مبسوطين وقت بكون انا عم برتب، كثير مبسوطين وقت بكون انا عم بخبر عنهم، عم بخبر قديش هو ربنا رحوم، قديش انه قال لهم للناس انه ما يخافوا من يسوع، ما يعني ما يعيشوا قصص اوهام بتخليهم تشدهم للارض، انما ابدا فينا نعيش حياتنا ونتوجه ليسوع المسيح بكل راحه وبكل سلام. بضلك طايره مع يسوع المسيح، وهلا نحن وياك والمشاهدين رح نطير كمان بهيدي الصلاه وهيدي الترنيمه ونحضر الفيديو سوا. مجد الشرق قد أقبل، ها هو آت، تعال يا سيد، تعال يا سيد، أنت الصبح الطالع آت من الشرق، شرق الرحمة والمحبة والعدل والسلام، تعال يا سيد، تعال يا سيد، تعال اغسلني فأصبح نقي، أصبح نبعا سرمديا، تعال اغسلني فأصبح نقيا، أصبح نبعا سرمديا، وراكب محملة حنطة إلى مواني الجياع المهجورة، دعني أتعب كالتوالي من خير المحبة، سلام على الأرض، سلام النعمة لكم والسلام، هللويا هللويا. مجد الشرق، هيدي الترنيمة اللي سمعناها من شوي، كنا عم نشوف كمان على الأورك دايما من وجه التحية مارك أبو نعوم مرافقك دايما، جوزيف خليفة كمان دايما مرافقك، هيدي بالألحان كمان والكلام، يعني هالتناغم والتناسج بيناتكم هيك مثل انتو ايد واحدة كأن دايما بتشتغلوا لتوصلوا كلمة الرب. اكيد اكيد. هلا ترتيلي اسمها مجد الشرق، كلمات البروفيسور الاب يوسف مونس، نعم، والحن جوزيف خليفة. هيدي ترتيلي كتير يعني قبل ما انا اتعاون مع جوزيف خليفة، بس حبيت رتلها. بتعرفي وقتها اثنين بيجتمعوا على شغله وحده بتهون الامور، نعم، ما بصير في خلافات، بصير في اختلاف اوقات بالراي، يا ما بشغله معينه، بس بتحس انه الهدف هو واحد، نعم، وبتحس انه الحياه بتطرى والحياه بتصير احلى، وبتعرفي يسوع احلى، وبتتفهمي خيك الانسان اكثر، كله من وراء هالعلاقه الحلوه، نعم. وبتعرفي انه حتى تلاميذ يسوع بالانجيل بقول ارسلهم اثنين اثنين، بس يفرحوا مع بعضهم، بس واحد يضعف الثاني يقويه، هذا شيء كثير مهم بالحياه، وبتحس انه
بتوصل الرسالة أوقات بتناغم اثنين مع بعضهم وبوضع نعم ربنا فيهم، تحس أنه أنتوا اثنين بتمشوا تتوصلوا هالرسالة بهالطريقة وبتتسهل، وبتتسهل الدرب لحالها سبحان الله. بوت الله قد ما يكون في صعوبات يعني بقى كتر خربنا على كل شيء، وأنا كتير مبسوطة بكل الألحان اللي بيعطيني يا جوزيف خليفة، بفرح فيهم يعني عن جد، بخذهم ببقى مش مصدقة أني سجلهم أني رتلهم، هذا شيء كتير مهم. وبعدين بحس أنه يعني بلبس اللي المزبوط عرفتي يعني، بحس صوتي كتير بيرتاح وما بيسأل معه. جمانة بتحب الكنيسة كتير، ولا مرة فكرت أنك تدخل الدير؟ بلا فكرت، لأنه بتعرفي أنه هلأ أنا ربنا بيقلنا أنه فيك تحبيني بعدة أوجه، في عندك القديسين اللي ترهبوا، في عندك القديسين اللي تنسكوا، في عندك القديسين اللي عيشوا أمات بيات أطفال، في كتير قديسين من كل الأنواع، أنه في كتير طرق للقديسة، والقديسين هن قدامنا تيفرجونا كيف ممكن نحب يسوع بعد أكثر وأكثر وبجميع الطرق. نعم. قلت أنا يسوع أنه إذا أنا بدي أحبك لازم أفضي كل وقت لإلك، فرجيني أنه فيك تفضي كل وقت لإلك لإلي، بس فيك تكوني كمان بين البشر يعني. نعم. كل واحد عنده بحياته رسالة، أنا يا ريت بقدر أترها، بس بحس أنه اللي عم بعمله بحبه كتير. ويسوع بده يعني أنه أنا بشر عنه، أحكي عنه وأفرح أنا فيه، فرحي بهمه كتير. نعم. كل إنسان بيقطع بتجارب بهيدي الحياة، ممكن تكون تجارب حلوة، ممكن تكون تجارب صعبة، ممكن تكون تجارب ما بيقدر الواحد يتذكرها. شو أكتر تجربة قطعت فيها جمانة حسيتك أنك أنت قريبة من الله هالقد أو قربتك من الله؟ لكن كل تجربة بالحياة يعني طوبى للي بيعرف يستفيد من هالشغلة كرمال تيقرب أكتر من يسوع، كرمال تيفهم الأمور أكتر، كرمال تعرف انه الحياه هون زايله والحياه هي مع يسوع المسيح، بس المهم يضل فرحان بكل شيء. اوقات تجربه كثير صغيره بتكون ما هي شيء، بتعلمك امور كثير كثير ثمينه، كلمه قدامك بتمرق بتوقع بحيره فيها، ياما بتضايقك بتوقع كمان اشياء نفسيه من وراء كلمه واحده بتوعيك على شغلة معينة، بتقولي منيح اللي مرقت بهالشي كرمال تتزبط، وأوقات بتكون أشياء كبيرة كتير، بس مهم تستفيدي من حيالة شي بتمرق منه، أنه تشوفي وين المغزى، شو اللي صار، أنا وين، المهم أنا أكون متكبشة بيسوع المسيح وما في شي بهزني. دايماً بتدعي للمسامحة، إن كان بكلام بالترتيل أو حتى بحكيك بحوارك، دايماً في المسامحة موجودة أو الدعوة للمسامحة أكيد موجودة. شي مرة حدا أذاك وما قدرت لليوم أنك تسامحي؟ ليك لليوم لا، بس طولت سامحه. إيه أحياناً مثلاً بتمرق أمور، وبعدين في عندي كمان الغنى الروحي اللي بيبقى عندك إياه، إنه قديش أنت عم تقري عم بتشوفي بالإنجيل بالكتب بحياة القديسين بالخبرات اللي بتمرق عليك، أوقات بتسامحي بالتكة، أوقات بتاخذ سنين، بس أنا بقوله يا يسوع هدفي إني سامحه، ساعدني، بعدني مش قادرة بس ساعدني، أنا هيدي إرادتي بس ساعدني، وبتزبط الأمور بوت الله. أكيد. خلينا نحكي على الأشياء الحلوة، أجمل ذكرى قطعت فيها، يمكن في ذكريات كتير حلوة بالنسبة إليك، ولكن الأجمل ما بعرف، في كتير في كتير أشياء حلوة، بس تعرفي أكتر شيء وقتها يعني حسيت قلبي هيك خفقة. جمانة بدي اعتذر منك، ولكن مضطرين بنرجع بنتابع حديثنا، ولكن مشاهدينا رح نضطر ننتقل مباشرة لنقل وقائع وصول الجسمين. امين بكري على مطار رفيق حريري الدولي. إذن جمانة بعد شوي مشاهدينا بنرجع منتابع، ولكن كنا عم نحكي عن الذكريات الحلوة بحديثنا. في كتير ذكريات قلتي لي حلوة، بس بضل في شيء هيك يعلم بمحل، بتعرفي كل أكتر شيء هو لقائي مع
البابا القديس يوحنا بولس الثاني والتكريم كمان اللي صار لإلي ولجزف خليفه ولأبشار الصوايا. بس وقتها تلاقيت فيه كان بالقصر الجمهوري كان عم نغني له هابي بيرثدي مع أصحابي. نحن عم نغني أنا بس وصلت لحد وحسيت إنه دني يعني مش ساعتني بس حسيت إنه مش رح يحس فيي ولا شيء. بطلع هيك عم نغني بيطلع هو فيي بيقطع الإنسان اللي حده بيمسك لي إيدي أنا وعم بغني حده. بس حسيت وعرف كل شيء فيي وحسيت من وقتها إنه أنا عندي شيء لازم أعطيه بهالكنيسة لازم أعطيه بهالحياة شيء كتير حلو. إنه ليش هاللفتة كانت لإلي ومن وقتها يعني حتى وقتها مثلا كنت روح على روما يا ما شاركنا بتطويب عم نطلع الحرديني من زمان وهيك كنت حس إنه مطرح ما كنت تكون بالجمعة وهو موجود كان يعرف إنه في حدا اسمه جمانة مدور بحبه كتير كان موجود هونيك. بقى هيدا أكتر شيء يعني والوسام يعني منه. ومشاركتي كمان بتقديس هالقديسين اللبنانية وتطويبهم يعني ما بتعرفي قد ايه فرحتي كتير واسعة فعلا كتير يعني لا توصف. إذا بدك ترتلي له شيء للقديس يوحنا بولس الثاني هو كان يحب كتير ابنة مريم العذراء. نعم راح رتله من كلمات وألحان جوزيف خليفة يأمل بالسماء حلو كتير. نامي بقلبي بروحي بعيني يا أمي يا حنوني يا أغلى من عيني يا أمي اللي بالسماء لحامل هموم الناس صلاتي بقدمها إلك بيها القداس بعيدك الحلو زهر وجه الكون يا مريم العذراء اللي ديت الكاس يا رفيقة الأيام بالصلاة والإيمان غمرينا بالسلام والهنا والأمان وفيضي آه الأرض المحبة والحنان يا مريم العذراء احمي لبنان. طالما العذراء موجودة على أرضنا لبنان محمي وبكفي أنه نحن كرسنا لبنان لقلب مريم الطاهر. بظن أنه لبنان فعلا أرض قداسة وهذا اللي كان يحس فيه البابا كمان مزهود. فشكرا لأنك قدمت له هالترتيلة بالتحديد. عم بتحضري ألبوم رقم 13 نعم. كمان مع جوزيف خليفة خبرينا نعم. تفاصيل أكثر عن هالألبوم شو بيتضمن كم ترنيمة وغيره. نعم نحن كان عنا قبل السيد الـ11 كان من الإنجيل اسمه وكلامي لن يزول يعني نعم. النصوص من الإنجيل مثل ما هي ما مغير فيها ولا أي شيء. بقى هلا أنا كانت فكرة جوزيف خليفة أنه نعمل نصوص هي عجايب عبر حكم من الإنجيل أمثال نعم. نصوص ثلاثة من كل إنجيلة هني أربعة إنجيلية بس النص مثل ما هو. بقى هلا أنا صرنا بنصه وعم نشتغله مع الموزع كمال صيقلي كان موجه له تحية وعم نشتغل فيه ربنا هيك يشهل الأمور كمان أنا لازم أشتغل شوي زيادة وهذا بكون الألبوم 13 وفي كتير تراتيل أصلا مسجلة بعد ما انحطت بسديات يعني انعملت لمناسبات معينة نعم. إن شاء الله بتكون بعدين بس هلأني وقدنا كله بالإنجيل بكلام يسوع المسيح. قبل ما نختم لقائنا اليوم نعم. قبل ما نشكر وجودك معنا بقى نسمع كمان ترتيلة بعد منك هيك تكون بركة أو ختام هذا اللقاء. أوكي. أنا بعيد الكل وبقول لهم يحملوا دايما الفرح لأنه ما تخلوا يعني أمور الحياة تكبلهم يسوع دايما معنا ما يخافوا يتقربوا أكثر منه ودائما هو موجود بالكنيسة موجود كجسد ودم نعم. موجود بالإنجيل نقرأ ونحبه أكتر ونعرفه أكتر وبقول لهم ولد المسيح هللويا 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 هلل هلل
جمانة مدور، بنشكر وجودك معنا اليوم، فعلا هيك فرح عطيتينا كمان، وكمان بنعيدك مرة جديدة وبنتمنى لك كل التوفيق بالألبوم الجديد، نحن ناطرينه وإن شاء الله دايما صوتك بيضل مرفوع للسماء للرب، عم بمجد الرب ودايما عم بيكون قدوة لكثير الناس يمكن، وهيك رسالة كل شخص تمسه ويتأثر فيها. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك. أي نشيد لك عندي فالكون من بلا نشيد، صمتي حبي ونشيدي ألحانه قلبا جديدا، فالكون من بلا نشيد ألحانه قلبا جديدا، إنشادي لك يبقى سرك، يبهجني مشاهدينا متابع صبحيتنا نحن وياكم بالقسم الأخير، ما فينا إلا ما ناخد أفكار سوبر هيلثي وسوبر يامي مع مايا نحول نيوتريشن. مايا صباح الخير. صباح النور. شو الأخبار؟ الحمد لله ماشي الحال. خلص صار بدنا هلأ ريكوفري سيستم ورا الأعياد ورا كل صح. الأكل الطيب، مع أنه الليلة في زلابية بعد، بس أكيد ما نقطعها غلات دغوا صحيح غلات دغوا، بس هيك بدنا نبلش بالباستا اليوم بدنا نبلش هيك نرجع نترقلج شوي. شو رح نحضر اليوم؟ صح، اليوم بدنا نعمل باستا بريمافيرا. هي الباستا اللي بيجي معها خضرة كتير طيبة، والباستا فيها كتير تكون صحية، مش ضروري انه نحن وقت نقول باستا ننقز انه كتير كالوريز او انه عجين ونشويات، لا، فيها تكون طبق صحي حسب شو بينضاف لها. نعم. نحن اليوم عم نضيف لها الخضرة اللي هن رح يزيدوا لها الياف، رح يزيدوا لها بروتيين، رح يزيدوا لها كمان كل الفيتامينات اللي جسمنا بيعوزهم كرمال نشبع، لانه عادة الباستا شادي وقتها نحن ناكل مثلا طبق بتحس من بعدها بسرعه دغري بترجع بتجوع، فهون لا الخضره رح يشبعونا، واكيد الزياده فينا نحن نحط شيء بروتين مثل دجاج مثل سمك او مثل ستيك، يعني حسب كل واحد شو بحب. جريلد تشيكن بيطلع روعه كثير، بيطلع طيب غير شكل. هلا نحن بلشنا غلينا المي وسقطنا الباستا، ما بدها كثير وقت لانه هيدي رفيعه، الباستا دائما لازم تكون الدنتي. لما نقول الدنتي يعني ما تكون بعدها شوي فيها قرشه صغيره عسن. الباستا كمان المي تبعها ما بينحط لها زيت، بس بنحط ملح، لازم المي تبع الباستا يعني ما تكون مستويه على الاخير، الاخير يكون بعدها شك شوي. اكيد مزبوط، وما بنحط زيت، والملح بدها تكون كثير مالحه مية الباستا، لانه هون الطريقه الوحيده حتى نحن نقدر ننكه الباستا. أوكي. وبعدين المي رح نكب ثلاث ارباعها ونخلي نص، نخلي ربع يعني كرمال نعمل فيه الخضره. الخضره انا قبل شويتهم بالفرن، احنه هون رح بلش نحطهم بالماء،
أنا بتشهد لنفرجيهم شوي على الكاميرا. كثير بتشهي هيك رح نعملها هيك قعد ما فينا. الكاميرا قدامك مايا هون هيك. الخضرة أنا بس حطيتهم مثل ما هن يعني غسلتهم وحطيتهم وحطيت هيك شوية زيت زيتون على وجهن. رح نحطهم بالطنجرة وبعدين رح نحط مثل ما قلت من مية الباستا عليهم. اوكي. كلهم فوق بعض. انا ليش شو استعملنا بروكولي اول شيء؟ استعملنا بروكولي اكيد. البروكولي كثير بيعطينا فيتامين كي وفيتامين سي. الفيتامين كي هو كثير مهم كرمال سيلان الدم. الفيتامين سي اكيد دائما بنحكي عنه عن المناعه باول مناعه. غير الالياف اللي دائما بنحكي موجوده فيهم. الشامبينيون هلا عم نحطه غني بالفيتامين دي. هذا الفيتامين شامبينيون فري. شامبينيون فري واكيد الشوينه بصير لونه غامق. الشامبينيون كثير مهم كرمال الفيتامين دي لانه الفيتامين دي نحن ما بنلاقيها بكل انواع الاكل الشادي. اكثر شيء دائما بنحكي انه بدنا ناخذها من الشمس. اوكي. فالشامبينيون بيعطينا هيدا الشيء باول مناعه كثير مهم للميتابوليزم عندنا لانه غنى بالفيتامين بي كمان. البندورة اللي عم نستعملها هون شيري توميتو مزبوط. فينا نستعمل نقطع بندورة بس هي شكلها هيك مهضوم أكتر. البندورة كل ما تنشوى أكتر تحسها هيك بدها خلص تفرط كل ما يزيد فيها مادة الأنتي أوكسيدان اللي هي اسمها لايكوبين. لايكوبين هو اللي بيعطيها اللون الأحمر. هذا الحمار هو كتير مهم. ليه؟ لأنه جسمنا نحن بحاجة لهذا اللايكوبين كرمال يقوي من الكانسير خاصة شادي عند الرجال كانسير البروستات. عم شفتهم عم نحطهم نحن شوينا كمان توم ما قطعتهم انا قصد طيب. كثير طيب مشوي كثير بصل صغير اكيد كثير بيطلع طيب معه. التوم والبصل اثنيناتهم كثير مهمين كرمال الدم بنقوا الدم كثير مهمين كرمال الفيروسز بيقتلوا الفيروسات. عم نعطي هيك مختصر عن كل شيء. عم نحط البروكولي بعد فيه عنا الكوسة كمان. الكوسة ليه مهمة؟ لأنه أول شيء أكيد غير قصة الألياف اللي بقلبها منيحة كرمال تعالج مستوى السكر بالدم. للسكر يعني كتير بتفيد. كمان بتعلي الميتابوليزم يعني بتساعد على أنه نحن نحرق دهون. وشو بدنا أحسن من هيك؟ الأغنبية شبيه للبروكولي لأنه بالنهاية زيت العائلة بس غير لون. الأغنبية كمان الفرق بينه بالبروكولي الزيادة يعني انه بنكون عم ناخذ غير انواع الياف غير انواع مضادات اكسده لانه لونه ابيض مش لونه اخضر. هلا انا هتن سرع بما انه حكينا عن كلهم حنحطهم ومثل ما قلت انا قصد احسن ما توقع هيدا خلص دق لي اياهم اذا منيح. شفت منكهين بلا اضافات يعني ما حطينا بهارات ولا شيء. هون حطيناهم كلهم نحن بالطنجرة حتى الباستا في عنا استويت. راح مثل ما قلت ضيف من المي تبع الباستا قصد بدنا نعمل هيك ما عم نضيف مي نحن مسخنين عادية لأنه مية الباستا مثل ما قلت فيها الملح اللي بده ينكهلنا الخضرة وبذات الوقت فيها النشويات اللي هن مثل زاحوا عن الباستا حتى ينكهولنا الأكلة. وهيدول المي الوحيدين اللي هن رح يكونوا الصوص لانه هيدا الباستا بريمافيرا ما فيها كثير صوص مثل الصوص طماط او الصوص الكريم بتجي ناشفه. اوكي مزبوط. فهلا نحن بما انه سخناه هون رح نحطهم حتى يسخنوا وبهالوقت انا رح شيل المي الباقيه من الباستا صفيها. نصفي الباستا ها؟ ايه خلينا بس احملها بشيء تبع احرق ايدي. انا رح ساعدك في عنا اهم شيء ما تقربوا وشكم تما يجي البخار. اوكي لاخر حبه اذا بدك رد على هاي كثير. هلا كلها رح اخر شيء نطبقها بقلب بعضها رح نطبقها بالكبيره فانا رح لك اسكبها هيك احسن. بيرفكت. وهيدا لا خلينا ندوقها. It's good. Very good. بدك؟ Excellent. ما بنعرف من بعد عن الشادي. شو تعب؟ يا بكره حيلقطونا ويحكوا عنه. لا ليك انا شقفتها وبعدين عطيتك.
على فكره الدنتي ما انا كثير مستريه حتى شادي للاشخاص اللي مثلا بيكون يمكن حطوا المي اوقات نسوها او بخافوا انه ينسوها على الباكج تبع الباستا بيبقى مكتوب يعني بيبقى مكتوب اذا بدنا اياها الدنتي ولا مطبوخه اكثر بحطوا لنا التايمينج بحطوا لنا كم دقيقه أوكي. لانه بيفوق التهو تبعها حسب الرفع يعني اذا انجل هير منا مثل هاللينغويني بتاثر اكيد حبيت بحب لما انت مايا انت عم تحكي بتمرق اوقات كلمات نحوي يعني الطهو تبعها طهو مش طبخ تبعها 100% نعم. هيك بجرب اقطعهم شوي يعني يا للهول يعني عرفتي يا الهي هلا شادي انا هون اذا ملاحظ قصد عم بعملهم بال انا عم تمعصهم عم بمعصهم للتومات كرمال بس يطلعوا شوي المي تبعهم زياده حتى ينكهوا اكثر الخضار كلهم هاي كلمه من النحو هلا اخر شيء رح احط الحبق رح احط نصهم بالصوص كرمال تنكه والنص الثاني بنزين فيه الحبق كثير مهم شادي بس طيبين بنحطه كلهم حتى لو بحط لك اياهم كلهم يلا طيبين لانه هيك بيعطوا نكهه سوبر طيبه اكيد هيدا الباستا عن جد اذا لاحظت قد ايه حاطين خضره يعني الاشخاص راح تحط باستا مزبوط بس راح يطلع لها كميه كبيره من الخضره قد ايه في كالوريز السيرفينج مايا من هيدا الفلا انا حطيت هون علبه باستا كامله سلقتها هيدا فيهم ياخذوها اربع اشخاص السيرفينج تبعها هي 400 كالوري بس اورايت يلي هو شيء كثير منيح اذا بحال حبينا نحط مع صدر دجاج تنحسب زياده بتزيد 100 كالوري مش اكثر اذا صدر عم نحكي صغير قد كف الايد يعني 100 جرام اورايت اوكي وعندنا هون البارميزان رح نحط شوي والباقي بنزين فيهم برجع بقنعك انه نحطهم كلهم يلا هلا بس نحط فوق الباستا هلا رح احط هول فوق هول لكن زدنا الخليط كله تبع الخضره مزبوط لانه الطنجره اكبر بس اهون وهيدي نصفين يلا مندور هون اذا بدك هلا بس اخر شيء هيدا كرمال يتبلوا وهلا منجيب صحن حتى نسكبهم هيك هلا اخذوا كلهم بعض واكيد سخنوا لانه الباستا سخنه ونحن دجاج سخناهم شوي شكلها كثير طيب شادي فينا نحن حتى نزيد لها فتة كوبات على الوجه هذا بالاخر بالاخر اكيد بالتقديم وكمان كثير بيلبق مع الزيتون بتعرفي كثير سهله يعني باستا وخضره وشويه ملح وصحيه مزبوط بارميزان لانه حتى ناخذ كمان بروتين المنيح وهون صارت عنا جاهزه رح اجيب صحن حتى اسكب اها يلا انا رح استعدي كمان لا واحد واخر شيء بنحط عليه البارميزان ومثل ما قلت هيدي هي هيك بتتاكل ما بدها صوص اكثر من هيك يعني للاشخاص اللي بدهم صوص طومات فيهم يحطوا صوص طومات بس بتبطل الباستا البريمافيرا الأصلية ما حطينا أبداً ولا شوي زبدة بال أبداً ما لازم نحط بالصوص عادةً شادي حلو جود عادةً شو بنحضر لمطيبات؟ فينا نحط أوريغانو مثلاً فينا نحط أنا حطيت بهار أبيض زيادة فينا نحط اوريغانو بس الحبق دجا كثير رح ينكهها الصوص مثل ما قلت ما بنحط لا زبده ولا زيت ليه لانه وقت نحن نحط زبده او زيت بمية السلق تبع الباستا بتصير الباستا تزحت بتبطل تعلق عليها الصوص وهي زدنا لها التشيز فاذا نحن مثلا عم نعمل باستا مع صوص روج او صوص بلانش اذا حطينا لها زبده بتبطل تحس انه الباستا من برا علقت عليها صوص وتشربتها مشان هيك الطريقه المضبوطه وما تخاف انه ما بتلزقوا يعني حتى لو رجعت سقعت ما بتلزق على بعضها لانه خلص دجا اخذت كلها تشربت من الصوص وبتصير كثير خفيفه وكثير طيبه عندك حبق اكسلنت وفريش كثير طيبه مع انه كثير سهله وما فيها كثير يعني شو عن جد شادي اوقات اطيب الاكل بيكونوا هن الاكثر شيء سامبل لانه اوقات لازم نستطعم نحن بنكهات البيور يعني ما نحن نضيف كثير ملح ما نضيف كثير بهارات لانه اوقات الخضره عن جد لها نكهات هيك مثل
كل واحدة يونيك عن الثانية بتزين لك الطبق تبعك بلا ما أنت تكون كتير شاغل وكتير تعبان فيه للطبق، بس بطريقة كتير سيمبل بيطلع لك طبق عن جد كتير ناجح. وأهم شيء أهم شيء إنه صح. بحكي بعد تتأكل. بليز كامل اختم الحلقة. مايا ثانك يو. بنشوفكم بكرة. بكرة الجمعة بنقلكم دايم دايم أكيد لكل الأشخاص اللي اليوم عم بيعايدوا خلوا فينا نعمل زلابية هلسي؟ رح نعملها رح نعملها أكيد. تزبط؟ تزبط تزبط لأنه فينا كيف؟ إذا بدنا على القليلة ما نقليهم لنقل يعني العجين بعد ما رح نحضرها ما نقليها منحطها بالبايبينج باج هيك على شكل زلابية ومنحطها بالفرن بعدين من البايبينج باج قصدك او بالملعقه اذا بدنا البايبينج باج هو اللي بنحط فيه العجينه تبع الزبله كرمال نرسم شكلها هيدا السبيرال واذا ما بدنا نعملها هيك بالملعقه نحن من الشكل اللي بدنا اياه بالفرن بنشويها على 200 درجه بسرعه كرمال يصير لونها ذهبي بعدين نحن بنكون محضرين قطر مش معمول بالسكر بنعمله بالستيفيا ما بيكون فيه كالوريز 100% وبنكون عم ناخذ سلابيه سوبر هيلثي. مايا ثانك يو لك نشوفك نيكست ويك ان الله راد. ثانك يو مايا تشاو. مشاهدينا ختام صباح لبنان بشكر متابعتكم لنا بعيدكم بعيد كل الطوائف الارمنيه بعيد الميلاد وايضا دايم دايم وان شاء الله دايم بكون السيد المسيح يلي ولادته كانت من الداخل يلي دائما بتذكرنا بالتجدد بالتفاؤل مع بداية هذه السنة لحتى تحمل معنا وبقلبنا لكل الأشخاص حوالينا خير. صباح لبنان يومياً 9 ل 11:30 إلى اللقاء. ما تنسوا عبالكم تغيروا شيء بحياتكم أكيد بعد في وقت.